مساء الخير. نهار اليوم كانت الأجواء صيفية حارة نسبيا في أغلب المناطق، ووصلت العظمى في عمان 31 درجة مئوية. هاي الليلة بتكون الأجواء معتدلة إلى باردة نسبيا في أغلب المناطق، وبتوصل درجة الحرارة ل 21 درجة، أما الرطوبة 62 والرياح شمالية غربية. غدا ارتفاع قليل على درجات الحرارة وأجواء حارة نسبيا نهارا ومعتدلة إلى لطيفة ليلا، وبتوصل درجة الحرارة بنهار ل 33 وبتنخفض بالليل ل 22 درجة. يومي الأربعاء والخميس انخفاض قليل على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء حارة نسبيا، وبتوصل درجة الحرارة بنهار ل 28 وبالليل بتنخفض ل 19 درجة. بننتقل لدرجات الحرارة الدنيا لهذه الليلة والعظمى ليوم غد في باقي مناطق المملكة. بتسجل درجات الحرارة في إربد 20 وغدا 33، عجلون أجواء صافية 19 وغدا 31، جرش 21 وغدا 34 وأجواء صيفية. المفرق 21 وغدا 34، الزرقاء أجواء صافية 22 وغدا 35 درجة مئوية. في السلط أجواء صافية 19 وغدا 32 وأجواء صيفية، مادبة 22 وغدا 31، مطار ملك عليا 19 وغدا 30. البحلمية 28 وغدا أجواء حارة 40، الطفيلة 20 وغدا 31، الكرك 20 وغدا 32 درجة. في معان أجواء صافية 22 وغدا 33، في العقبة بتسجل درجات الحرارة 28 وغدا 40 وأجواء حارة. نهاية برويشد 23 وغدا 38. إذا ملخص الطقس خلال اليوم الأيام القادمة: طقس معتدل ليلا وطقس صيفي حار نسبي نهارا وأجواء مناسبة للجلسات الخارجية. بننتقل لدرجات الحرارة في مدن ودول حول العالم.